أعلنت بلدية دبي انطلاق الموسم الجديد لدبي سفاري بارك، حيث ستبدأ الوجهة الترفيهية التثقيفية السياحية الفريدة في إمارة دبي بالترحيب بزوارها. والحديث أكثر يسعدنا استضافة منى الهاجري رئيس عمليات دبي سفاري بارك. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا فيك، منورتنا. حياكم. خلينا في البداية، سفاري دبي تعتبر من أبرز وجهات دبي السياحية والتثقيفية، كلمينا عن هالجانب. تعتبر دبي سفاري بارك تجربة فريدة للتعرف على كافة والتنوع الفطري في من شتى أنحاء العالم، اختصرتها في مكان واحد بإمكان زوار دبي سفاري بارك الاستمتاع بمشاهدة الحيوانات والطيور والزواحف في بيئاتها الطبيعية، حيث روعيت في تصميم حديقة دبي سفاري بارك بأن تكون بيئات هذه الحيوانات مشابهة لبيئاتها الطبيعية. جميل. طبعاً يعني دبي سفاري بارك في تطور مستمر، وكل موسم يختلف عن الموسم اللي بعده، وكل مرة يكون في شيء جديد. بالنسبة لهذا الموسم، شو ملامح التطوير والتطور في سفاري دبي سفاري بارك؟ انطلاقاً من موسمنا الجديد وبالحد ذاته في شهر نوفمبر، بإمكان زوار دبي سفاري بارك مشاهدة الحيوانات اللي عرضناها من جديد في مواقعها الطبيعية في شتى القرى، من ضمنها جولة سفاري بإمكان الزوار مشاهدة البقر الأنغولي والمها العربي وتمساح النيل، بالإضافة إلى الجاموس الماء والتوسي. ومن ضمن المشاريع الجديدة اللي سويناها في دبي سفاري بارك واختصناها حق أطفالنا، اللي هي مزرعة الأطفال، بإمكان الطفل الاقتراب من هذه الحيوانات الأليفة وملامستها، والإضافة إلى إطعامها طبعا برفقة رعاة حيوانات محترفين لتثقيف هاي الأطفال كيفية العناية مثل هذه الحيوانات اللي هي حيوانات المزارع تعتبر. جميل. هذا الموسم يمكن حاطين رسالة تثقيفية، شو هاي الرسالة وعلى شو تتركز؟ دبي سفاري بارك في خلال هذا الموسم تركز على تثقيف الزوار وتوعيتهم حول الحيوانات المهددة بالانقراض والخطر والعوامل التي تقف خلف هذا الخطر وكيفية الحفاظ على استدامة الحياة الفطرية. طبعا هذا كله عن طريق برامج الرعاية الطبية اللي نقدمها لحيواناتنا وبرامج الإكثار. طبعا هذه كل المعلومات نحن نصيغها لزوارنا في إطار مشوق لا مزيج من الترفيه. نعم. إذن دبي والإمارات كذلك تنتهج سياسة أو استراتيجية الحفاظ على الحياة الطبيعية والفطرية كذلك، كيف تعملون في دبي سفاري بارك على الحفاظ على الحياة الطبيعية؟ تركز دبي سفاري بارك في بث مثل هذه البرامج التوعوية والتعليمية والتثقيفية لزوارها بل أيضا للمجتمع للحفاظ على استدامة الحياة الفطرية للأجيال القادمة. من الأبحاث اللي نحن نجحت دبي سفاري بارك في إطلاقها اللي هي إرجاع الضفدع العربي والقط البري إلى بيئاتها الطبيعية. نعم. جميل. في الحديث عن هذا الموضوع، أحمد سوري بقاطعك، الحديث عن نفس هذا الموضوع، يعني أنا سمعت يعني معلومة بس أباك تأكدين لي إياها، هل بالفعل سفاري بارك فقط تعمل بالطاقة الشمسية؟ تعمل بالطاقة الشمسية نعم، لأن معظم السولر الليتات الموجودة في مستوى الوادي كلها تعمل عن طريق الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى المركبات الموجودة في دبي سفاري بارك تعتبر مركبات كهربائية اللي تخدم الزوار. نعم. ومثل هاي المشاريع احنا دائما نحاول ان مشاريعنا تكون فيها استدامه وصديقه للبيئه. اذا مشروع يعني مستدام متكامل ما شاء الله. لذلك انا كنت بساله عن الاستدامه بس دامك جاوبتي يعني الناس اللي يجون عندكم هناك شو تنصحونهم؟ شو اللي يبون وياهم؟ يعني اي بكياس وياي اكلي ولا في اشياء موجوده هناك اقدر اكل؟ الخدمات اللي تقدمونها. دبي سفاري بارك دائما تركز في انها تجربه الزائر تكون متكامله. لا يحاتون الاكل، احنا اوريدي في دبي سفاري بارك نقدم المطاعم الموجوده فيها والاكشاك تلبي جميع الاذواق. نعم. الاسعار في المتناول يعني؟ اكيد عندنا الاسعار متناول الجميع يعني. جميل. طيب استمرار جوده الحياه في مدينه دبي وفي الاماره هو طبعا ما تحرصون عليه، خبريني اكثر عن هالموضوع. أوكي. طبعا نعرف أن بلدية دبي تشجع في استدامة جودة الحياة، وسفاري دبي تسلك نفس النهج اللي تأديه بلدية دبي،
دائما في مشاريعنا مثل ما طرقنا أن نتأكد أنها مشاريع فيها استدامة وصديقة للبيئة. من المشاريع اللي نجحت في دبي سفاري بارك اللي هي محطة معالجة المخلفات الحيوانية والنباتية. هاي المحطة تعمل على تحويل المخلفات الحيوانية النباتية إلى مخلفات إلى أسمدة عضوية نستخدمها في الزراعة، بالإضافة إلى محطة معالجة المياه، تحويل المياه الصرف الصحي إلى مياه معاد للاستخدام ويمكن استخدامها في بيئات الحيوانات والأكواريومز. جميل. عندك أسئلة؟ لا أكيد. أنا عندي سؤال أخير، بس خبرينا بتفاصيل أكثر يمكن القرى الموجودة في سفاري بارك وكذلك التجارب إذا عندك فكرة عنهم، لأن أكيد في طبعا الكثير من المشاهدين ياسين يشوفونا من دبي وكذلك من خارج دولة الإمارات، والحين الجو جميل وندعيهم طبعا لسفاري دبي بارك. تميزت دبي سفاري بارك عن باقي الحدائق والمحميات التنوع في التذاكر والباقات اللي عندها. الباقات المميزة اللي أنصح فيها الزوار فيها هي ملك سفاري، هي الباقة تعطي للزائر خصوصية يكون برفقة مرشدين محترفين ومركبة خاصة يتجول فيها خلال في القرى الموجودة في سفاري، بالإضافة إلى العروض الحية اللي نحن نعرضها في مسارحنا المفتوحة مثل عرض مخلوقات العالم المذهلة وعرض الطيور الجارحة. وفي باقة اللي أقبلت رضا الزوار كان فيها عالي الموسم السابق اللي هي خلف الكواليس، هاي الباقة مدتها 90 دقيقة بإمكان الزائر المعرفة على التعرف على روتين اليومي لحياة الحيوانات الموجودة عندنا في سفاري وكيفية الرعاية والعناية بهم، وإمكانه مشاركة المرشد أو الراعي الحيوان الموجود في الموقع ويتعلم هاي الشغلة اللي يسويها. جميل. إذا دعوة المشاهدين انهم يسيرون سفاري بارك وخصوصا الاسعار يعني متميزه، اكيد الكل راح يستانس هناك من خلال ايضا تواجد منهم عارفين للدروب وعارفين كل المعلومات اللي حابين تسالون عنها وبيعطونكم الاجابه. منى الهاجري شكرا لك. شكرا لك. منى الهاجري معنا كانت رئيسه عمليات دبي سفاري بارك، شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم.